أعرب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن أسفه لمناظر التجمعات والازدحامات أمس واليوم والتي تخالف كل الاشتراطات الصحية، مشددا على أن الأيام المقبلة ستشهد تشددا أكبر في تطبيق الاشتراطات الصحية. قال وزير الصحة أنه مع تقييم المرحلة الحالية من بداية الحظر الكلي وبعد 10 أيام قد يتم تخفيف بعض الإجراءات أملا من المواطنين والمقيمين التقيد بالاشتراطات الصحية. الأزمة هو توقع عالمي، الأزمة تنتهي ليس في دولة من الدول ولكن هي توقعات عالمية، والتوقعات العالمية تقول أن الأزمة راح تنتهي على بداية السنة القادمة. نأمل أنها تكون أقل من ذلك وتنتهي، ولكن الحرص يعني على الاشتراطات الصحية وتغطية الأنف والفم في الأماكن العامة والحرص على نظافة الأيدي والتباعد الاجتماعي وخصوصا في المؤسسات أو أماكن العمل. اليوم أنا ملاحظة لاحظها وأنبه عليه يعني إخوان في أماكن العمل تنعدم عدم الحرص على التباعد الاجتماعي وأيضا تغطية الأنف والفم سواء كان بقطعة قماشية أو كان بكمام أو أي وسيلة أخرى لتقليل انتقال العدوى في المجتمع. إن شاء الله طبعا إحنا اليوم في أول يوم بالحظر راح يبدأ اليوم الساعة يعني 4 عصرا وراح يتم تقييم المرحلة هذه خلال بعد 10 أيام من بداية الحظر الكلي، وإن شاء الله راح يكون في يعني تخفيف لبعض الإجراءات ونأمل من المواطنين والمقيمين التقيد. اليوم شفنا مناظر وأمس شفنا مناظر في التجمعات والازدحام يخالف كل الاشتراطات الصحية واللي نطلبها من الناس بعدم يعني التزاحم وعدم يعني التباعد الجسدي ولبس الكمامات. اللي قاعد نشوفه أن يعني الزحمة اللي كانت في الشوارع في ليلة يوم أمس واليوم في فترات السماح وليس فترات الحظر يعني يدل على أن الناس ما زالت تحتاج مزيد من الوعي ل يعني الحرص على تقليل انتقال العدوى وسلامتهم والحرص على يعني عدم تفشي الأمراض في المجتمع.